يا للسعادة لقد عادوا. من فعل ذلك؟ من؟ أين مطاري؟ إنه زعيمنا هالك. يا هالك هالك، لقد عاد زعيمنا المحبوب، لقد عاد. قد رافقهم فأنا واثقة من نجاح رحلتهم. لقد جاء الجميع للترحيب بنا، ما هو شعورك يا فيكي؟ أشعر بشيء من التوتر يا أبي. لا بأس عليك، لقد كنت أفضل واحد على ظهر السفينة. هذا صحيح يا فيكي، أنت الآن من رجال الفايكينج. نعم أنت منا. فيكي الفايكينج. ماذا قلت؟ أعد ذلك ثانية يا توم، فأنا لم أسمعك جيدا. أصبح فيكي فايكينج. ليست أذناي بل هو صوتك، ارفعه ليسمع الجميع. لا تفعل ذلك، يشعرني بالحرج. فيكي الفايكينج. لا 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 لا. لنسمعها من أجل فيكي. تيتي، مرحبا بك. اهلا تيتي. ما الذي يعجبها فيه؟ لقد ساعدتهم جيدا، علمت بانك ستدهشهم. اسمعوا جميعا، ستوزع عليكم الغنائم غدا في الساحة الرئيسية. غدا صباحا سينال فيكي حصته من الغنائم مثل البقية، فهو فايكينج حقيقي. لقد شعرت بالقلق عليك وعلى فيكي، ولكن يبدو ان كل شيء سار سيرا حسنا يا هال. سأحكي لك عن مغامرات فيكي. واخيرا غدا فيكي فايكينج حقيقيا، ولكن حتى رجل الفايكينج يحتاج الى النوم. هناك حوالي 100 عقد ثمين. لا تنسى الحرير و500 كوب فضي. سأحصل على عقد من الذهب. وأنا أيضا. سيبدأ توزيع الغنائم الآن، وأتمنى أن يرضى الجميع بحصصهم. هيا يرفعوا الرماح. حسن، فلنبدأ مع جوني. خذ حصتك يا جوني. شكرا، هذا كثير. التالي هو روني. عندما ينادى روني يلبي النداء، وهذا انا. ماذا تفعل ايها الاحمق؟ كنت تضيع براسي. كنت افكر بزوجتي، اسف. أنا واثق أن زوجتك ستفرح. شكرا، تعالي وانظري إلى هذا. والآن دورك يا مارك. توم أنت التالي. أنا قادم. وش بنمسك؟ So, nur noch Europa als letzter. So, so, ich, ja, sicher. Dann mal rein, das Ding. Der große Haufen ist für den Chef. Na schön, aber für wen ist der kleine? Wir haben einen neuen Wikinger, der heute zum ersten Mal seinen Anteil an der Beute bekommt. Vicky, mein Sohn!
كبير. أنا وافق أن أحدا لن يعارض بينكم. من سيعارض؟ فيكي. لكن فيكي ولد صغير والحصص للرجال فقط. هذا صحيح. ليس من عادتنا توزيع الحصص للأطفال. نعم إنه ما زال صغيرا. لكنه ولد ذكي. ما زال طفلا. ولكن ماذا؟ لولا مساعدته لنا لما كنا هنا. من المؤكد أنه قدم المساعدة، لكن لن نحكم عليه الآن. لا 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 لا, لا. لماذا يكون فيكي الصبية الوحيدة مع الفايكينج؟ هذا ليس عدلا. نعم، فنحن نعلم أنه جبان جدا وهو يخاف حتى من الذئاب. صحيح، إذا كان فيكي من الفايكينج فيجب أن نصبح منهم نحن أيضا، أليس كذلك يا رجال؟ صحيح. لأن ستينج حقيقي وذكي وشجاع. إذا كنتم لم تقبلوا. أين هو الآن؟ لقد ذهب إلى الغابة منذ الصباح ولم يعد حتى الآن. لقد نسيت أن أحضر سلاحا معي ولا شيء لدي الآن. ألم يتعب هذا الذئب من الانتظار؟ فيكي، أين أنت يا فيكي؟ أنا هنا يا أبي، تعال بسرعة تعال. ماذا تفعل فوق الشجرة؟ انظر هناك في الأسفل وسترى. أنت خائف من هذا؟ وتقول إنك واحد من الفايكينج. أهل القرية غير موافقين وأنا كذلك. أعيد توزيع كل شيء. ولكن لما سنعطي حصة فيكي؟ ها، الأمر واضح، أنا سأخذ حصته، فلقد كنت أفضل من عمل في الرحلة. أتجرؤ على قول هذا؟ سنرميها في البحر ولا نعطيك إياها. أعد ذلك. سأعيده أيها الجبان. وجدتها. ماذا يا فيكي؟ قلها لنا الآن. قبل بدء الجدال كانت هذه حصتي، لهذا سأقول ما نعمل بها، ما رأيكم؟ نعم، هذا يتوقف على ما تقترحه يا فيكي. إذا ناسبني. وأنا واثق أنكم ستوافقون. سنقدمها لمن يفوز في مسابقة صيد الذئاب. أن نقيم مباراة لصيد الذئاب؟ نعم، من يصطاد أكبر عدد من الذئاب يكون الفائز. ها؟ فكرة جيدة، أنا الفائز. أنا أمهر صيادي الذئاب. سيفوز زاين هالك حتما. لا، سيكون والدي هو الحكم وينظم الراغبين بالاشتراك حتى أنا، فهذا عدل، أليس كذلك يا أبي؟ هل هذا يعني أنك متنازل عن حصتك يا فيكي؟ أنا مستعد للفوز يا أبي، سترى. لا أعتقد أنك ستفوز يا صغيري. فيكي سيفوز، سيكون هو الأفضل في صيد الذئاب. لا تنسني يا فيكي، فلن أفوت علي الفوز أبدا. ولا أنا لن أفوته. الأمر واضح، أتمنى لكم حظا سعيدا. هيا. يبدو أن أمل فيكي بالفوز كان ضعيفا، ولكن دعونا نترقب غير مستهينين بذكاء فيكي. تماما. لا تبكي، فإذا خفت يمكنك التعلق بشجرة كالعادة.
أعلن افتتاح المباراة. الرجل الذي سيمسك أكبر عدد من الذئاب قبل غروب الشمس سيكون هو الفائز وسينال الحصة الإضافية. دعونا نرى هذا القفص مليئا بالذئاب. انطلقوا. فيكي، بما انك لن تفوز تفوق على الاقل. اليس امام النهار بطوله؟ اوه لا تكن متكاسرا، هيا اسرع. لا ثقة لدي بفوزه ابدا. لست الوحيد في ذلك، لست الوحيد. ابتعد عن طريقي أيها الأبلة. ماذا تتوهم؟ أنا الذي وجدت الذئب أولا. أنا كنت قابعا بانتظارك. كاذب. توقفا عن العراك، لقد هرب الذئب منذ وقت طويل انظراه. انتظر انتظر. عد إلى هنا. لك من ذئب ما أكل. لقد أمسكت الذئبان. انتظر، توقف. لقد أتلفت الفخ الذي حفرته لإمساك الذئب. أنت تعيقني مرة ثانية. انتظر، تعال هنا، لدي ما يسرك. الآن أنت تجين، أنت تجين. النجدة، النجدة. انزل على الأرض. هيا سرك هذا، هيا. سأغضب منك عندما أغضب، فالويل لك. حسنا، الفرق بين الإنسان والحيوان هو الذكاء، وأنا الذكي هنا. استرح قليلا، انتظر. لا 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 لا. آسف، انا لم اقصد. ذهني.
الحل. سيكون ذلك جيدا. تمه عميق. حسنا، اصبح كل شيء جاهزا الان. اعتقد انني سانجح. ثمانية، تسعة، عشرة، أحد عشر، اثنى عشر. الثالث عشر. مرحلك يا جوني، مرحلة. كم ذئبا أمسكتم؟ أمسكت تسعة. وأمسكت عشرة. أنت أمسكت باثني عشر ذئبا يا روني، إذن أنا الفائز. من لم يرجع بعد؟ جالبي وفيكي فقط. هذا ليس مهما، فأنا الفائز. وكيف لنا أن نعرف؟ قد يفاجئك الأولاد. لا تنسى أن فيكي ولد ذكي. أنت تؤيد فيكي لأنك خسرت. لا يمكن أن تقارن الصبية بي. أمسكت 14 ذئبا. 14 ذئبا. صحيح، 14 ذئبا. لقد أشدت يا قلبي. لا أصدق. الأولاد أحسن منك. الآن أصبحت فايكنج حقيقيا. إن فيكي لم يعد باب، ربما هو قابع يرتجف فوق شجرة ما. قلبي هو الفائز، لقد أدى شجاعة حقيقية. أنا لم أكن جادا، لابد من ترك الأولاد يفوزون أحيانا. هل تعني ما تقول؟ كادت الشمس أن تغرب وانتهى الوقت المخصص للمباراة. نعم لقد انتهى الوقت. فيكي لم يعد، لا يمكنكم انهاء المباراة. لا بأس، لا فائدة من الانتظار. اعطي اشارة الانتهاء يا توم. لقد عاد فيكي. لم أتوقع أن الذئاب ثقيلة جدا، لقد صنعت هذه العربة لنقلها. ولكن كم ذئبا لديك يا فيكي؟ لم أحصها، ولكني أتوقع 14 ذئبا. 14 ذئبا، هذا رائع. يلا فيكي. ما العمل؟ أمسك فيكي وقلبي بنفس العدد. إذن من الفائز؟ برأيي أن قلبي هو الفائز. لقد تأخرت في الوصول إليكم، أليس كذلك؟ هذا تشدد. لا بأس، لقد أثبت قلبي لكل من في القرية مقدار شجاعته وقوته. إنه فايكنج حقيقي وأنا أهنئه. كلام فيكي يثبت أنه هو أيضا جدير بأن يكون فايكنج. هذا صحيح. فيكي وقلبي. هاي، الفائز هو قلبي. أنا فخورة. تستطيع الآن التنزه في الغابة دون خوف من الذئاب. هل تأتي لنسير معا؟ كان قصدي من المباراة التنزه في الغابة دون خوف. يا لك من صياد ذئاب شجاع.
كانت غاية فيكي من المباراة إذن أن يبعد الذئاب عن الغابة. أنا فخور بك يا فيكي. لا تنسى أخذ حصتك فأنت تستحقها بجدارة يا جيلبي. لقد أحسنت صنعا أنت أيضا. هيا يا رجال دعونا نهتف لأطفال قريتنا. هل أنتم مستعدون؟ تستطيع الآن اللعب في الغابة دون خوف.